السلام عليكم يا شمسين. بس شايف يا شباب باور بوينت وسامع صوتي كويس؟ تمام يا باشمهندس، تمام. خلينا شباب النهارده نكمل موضوع ضبط شبكات المثلثات الجيودسية، بس عايزينكم بس الناس تقفل المايك بتاعها لحد ما يبقى عنده سؤال. بس هناخد شباب ضبط شبكات المثلثات الجيودسية. أخدنا إن لو عندنا شبكة مثلثات نبدأ نشوف الأرصاد الكلية الموجودة فيها، ونشوف هي أصلا محتاجة كام رصدة ضرورية. يبقى الفرق بين الأرصاد الكلية والأرصاد الضرورية هو ده المعادلات الزيادة، هي دي الاشتراطات. وقلنا الاشتراطات ديت أنا بستخدمها عشان أعمل ضبط لدقة الأرصاد اللي أنا رصدتها، أتحقق إن الأرصاد بتاعتي مرصودة بدقة عالية. كانت السكاشن اللي فاتت احنا بنقف ان احنا نجيب المعادلات الشرطيه ونبدا نصنفها، نشوف هي مثلثيه ولا محليه ولا ضلعيه، ونكتب المعادلات ونقف لحد هنا. لا بقى، النهارده هنكمل بقى، هنبدا نشوف هنستخدم المعادلات ديت ازاي عشان نعمل عمليه ضبط لدقه ايه الزوايا المرصوده لشبكات المثلثات الجيودسيه. عندنا هنا شكل أ ب ج د، في نقطة ميم موجودة في النص، نقطة غير محتلة ما اترصدش منها أي ضلع، ما اترصدش حواليها أي زاوية، وعندي زوايا اترصدت من واحد لحد واحد اتنين تلاتة لحد تمانية، تمن زوايا. الزوايا دول اداني الأرصاد اللي رصدتهم في الموقع، اداني القيم بتاعتهم اللي رصدها في الموقع. المفروض دول زوايا شكل رباعي، المفروض يكون الطبيعي ان المجموع النظري بتاعهم كام؟ المفروض يكون 360 درجة. انت هتيجي تجمع الزوايا ديت هتلاقي 360 درجة وست ثواني. معنى ذلك ان القياسات اللي انت نزلت الموقع قستها ديت فيها اخطاء، جمعت لك في الاخر ست ثواني زيادة. الطبيعي اصلا ان هو يطلع فيه اخطاء، يعني الطبيعي ان انت لما بتقيس شكل رباعي تقيس مثلث، الطبيعي ان هو ما يقفلش المجموع النظري للزوايا للشكل ده، لازم أن يطلع اخطاء. اما تكون الاخطاء دي اخطاء شخصيه نتيجه دقه الراصد نفسه، او اخطاء ظروف طبيعيه، او اي نوع من الاخطاء، أو اخطاء في الجهاز نفسه، في دقه الجهاز نفسه، فالطبيعي ان يطلع فيه اخطاء. الاخطاء دي طالعه في انهي زاويه دول ما تعرفش، ممكن تكون طالعه في واحد في اثنين في ثلاثه في اربعه في خمسه في سته في سبعه في ثمانيه، ممكن يطلع في كام زاويه منهم بس والباقي لا، ممكن انت ما تعرفش. هو انت عندك الست ثواني دول طالعين في جميع الزوايا، انت ما تعرفش كل واحد بنسبه قد ايه. خلينا بس ايه نبدا نشوف في الاخر احنا عايزين في نهايه المساله ان احنا نصحح الزوايا دي، ان احنا نجيب الزوايا الصحيحه، نجيب الزوايا الصحيحه اللي في الاخر تجيب لي مجموع كام؟ 360 ايه درجه. خلينا نبدا المساله الاول ان احنا نجيب عدد الارصاد الكليه. عدد الارصاد الكليه هنا كام؟ 8، 8 ايه زوايا اترصدت في الموقع. طب الضروري كان كام؟ بيجي من قانون ايه؟ 2 في نون ناقص 2، نون اللي هي عدد النقط سواء محتله او غير محتله. عندي كام نقطه؟ عندي 4 بره وعندي نقطه ميم الخمسه، يبقى 2 في 5 ناقص 2 ب 6 ارصاد ضروريه. الفرق بينهم هو المعادلات الزيادة اللي هي بنسميها ايه؟ اشتراطات. واشتراطات ليه؟ او معادلات شرطية ليه؟ عشان ديت هنستخدمهم عشان نتحقق من دقة الزوايا اللي اترصدت في الموقع اللي هي من زاوية من 1 لحد 8. هنستخدم المعادلتين دول ان احنا نعمل عملية ضبط للدقة. طب الاتنين دول فيهم كم محلي، كم مثلثي، كم ضلعي؟ احنا طبعا مش محتاجين نفكر في المسألة دي، لانها مسألة بسيطة. احنا عندنا شكل رباعي متقفل زواياه، يبقى ده ده شرط مثلثي، مجموع زوايا الشكل الرباعي 360 ايه درجه، اهو شرط مثلثي.
وعند نقطة قطب طالع منها أضلاع لبقية الرؤوس. أدا عندي شرط ضلعي، بس ما عنديش محلي، ما عنديش زوايا حوالين نقطة 360، ما عنديش مجموع زاويتين بيساوي زاوية ثالثة، ما عنديش الكلام ده، ما عنديش محلي. ده بالفهم. ممكن نستخدم بقى القانون بتاع الشرط المثلثي. الشروط المثلثية بتساوي إيه؟ بيساوي عدد الأضلاع مرصودة الطرفين. عندي كام ضلع مرصود الطرفين؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، ناقص عدد النقط المحتلة. عندي أدا واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، لكن نقطة ميم اللي في النص دي مش محتلة، يبقى أربعة ناقص أربعة زائد واحد. يبقى عندي كام شرط مثلثي؟ عندي شرط واحد مثلثي اللي هو مجموع زوايا الشكل الرباعي 360 درجة. طب الشرط الضلع بيجي من ازاي؟ عدد الاضلاع كلها. انا عندي اربعه جوه وعندي كمان اربعه ايه؟ اربعه بره، وعندي اربعه ايه؟ جوه كمان، يبقى عندي 8 اضلاع للشكل ناقص ضعف يعني 2 في عدد النقط كلها. عندي اربعه بره محتلين وميم جوه نقطة غير محتلة، أنا بعد كله عدد النقط إيه؟ كلها في قانون الشرط الضلع زائد 3. 8 ناقص 10 زائد 3 بشرط ضلع واحد. كنا بنقول بقى الشروط المثلثية بتساوي إيه؟ الشروط المحلية بقى، إحنا كده عندنا شرط ضلع واحد اللي هو نقطة إيه؟ ميم. عايزين نشوف بقى عندنا كام شرط محلي. أنا عندي الاشتراطات كلها كام؟ عندي الاشتراطات كلها 2، شيل منها شرط الشروط المثلثية، شيل منها الشروط الضلعية، يبقى ما عنديش شروط محلية. إحنا عايزين نطبق في القانون، ماشي، أنا بفضل طبق في القانون وشوفها في فهمك برضه، في محلي، في مثلثي، في ضلعي، لأن أصلاً مسألة سهلة. عندي معادلتين. طب عايزين نكتب المعادلتين الأول. أولاً الشرط المثلثي، ها، مجموع زوايا الشكل الرباعي، يبقى بصوا يا شباب، واحد زائد الخطأ اللي في زاوية واحد، اتنين زائد فيه اتنين، تلاتة زائد فيه تلاتة، أربعة زائد فيه أربعة، وهكذا، خمسة وستة وسبعة إلى تمانية زائد فيه تمانية. المجموع دول كلهم بيساوي 360 درجة. أو يبقى واحد وفيه واحد، اتنين وفيه اتنين، تلاتة وفيه تلاتة، لحد تمانية فيه تمانية بيساوي 360 درجة. الفه ديت اللي هي الاخطاء، احنا افترضنا ان في كل زاويه خطا، في كل زاويه خطا، ورمزنا له بالرمز فه، فه واحد، فه اثنين، فه ثلاثه، وهكذا. هنجمع الفه ديت في طرف كده جنب بعض، فه واحد، فه اثنين، لحد فه ثمانيه. وخدوا بالكم بقى يا شباب، زاويه واحد ها هنعوض بقيمتها، اثنين نعوض بقيمتها، ثلاثه نعوض بقيمتها. ما احنا في راس المساله احنا كنا جايبين ايه؟ قيم الزوايا نعوض بيها، ومعانا 360 في الطرف الثاني ده، نوديها الطرف ده كمان معاهم، نوديها الطرف ده معاهم، يبقى عندي بقى 1 و2 و3 و4 و5 ولحد 8 اللي احنا كنا جمعناهم في بدايه المساله بكام؟ 360 درجه 0 دقيقه 6 ايه؟ ثواني. احنا كنا جمعناهم كده، وودي 360 باشاره معاكسه يبقى ناقص 360، يبقى تلاقي الحد المطلق كام ثانيه؟ موجب 6 ايه؟ ثواني. موجب 6 ثواني. يبقى ده أول معادلة يا شباب. تاني معادلة اللي هي معادلة الشرط الضلعي، نقطة القطب اللي هي نقطة ميم. فطبعا ميم طالع منها أضلاع هي، تبقى ميم ألف، ها، ميم ب، ميم ج، ميم د، على فوت أول واحد اللي هو ميم ألف وابدأ ميم ب، ميم ب، ميم ج، ميم د، ميم ألف، عملنا بسط ومقام بيساوي واحد عشان نعرف نكتب الشرط الضلعي. جميل. هذا المعادلة بتاعت الشرط الضلعي. كنا بناخد ايه؟ كنا بناخد ضلعين فوق بعض كده ونشوف المثلث اللي بينهم ميم الف ب. ايه الزاويه اللي قبال ميم الف في المثلث ميم الف ب؟ نرجع كده، ايه الزاويه اللي قبال ميم الف في الشكل ميم الف ب؟ زاويه كام؟ 3. والعكس بقى اللي في المقام، الزاويه اللي قصاد ميم ب في المثلث ميم ب الف زاويه 2. يبقى هنا اهوت جا 3 زائد فيه 3 على جا 2 زائد فيه 2، وكذلك يا شباب تشتغل على مثلث ميم به ج، هيبقى جا 5 زائد فيه 5 على جا 4 زائد فيه 4، وهكذا يا شباب تكمل الزوايا. تقول لي مثلا هنا ميم د الف، ها،
ايه الزاويه اللي قبال ميم دال في المثلث ميم دال الف؟ اداء ميم دال هي في المثلث ميم دال الف اللي هي زاويه ايه؟ زاويه واحد. والعكس بقى، ها ميم الف في المثلث ميم الف دال زاويه 8، يبقى زاويه واحد وزاويه 8، ادي زاويه واحد وده زاويه ايه؟ 8 بيساوي واحد. كنا بنعمل ايه بعد كده يا شباب؟ كنا بنضرب طرفين في وسطين وبناخد لوغاريتم لوغاريتم الطرفين. خد لوغاريتم الطرفين، يبقى لوغاريتم ها ج واحد زائد ف واحد كان بيتوزع ازاي؟ ها يعني عايزين نرجع كده نقول لوغاريتم ال 3 زائد ف 3. ها كنا بنقول لوغاريتم ج 3 زائد دلتا 3 في ف 3، كان لوغاريتم يتوزع بالشكل ده. لوغاريتم ج واحد زائد دلتا واحد في واحد، لوغاريتم ج تلاتة زائد دلتا تلاتة في تلاتة، ها يعني بيتوزع كده. لوغاريتم ج خمسة زائد دلتا خمسة في خمسة، ج سبعة زائد دلتا سبعة في سبعة، دول واحد وتلاتة وخمسة وسبعة اللي هما فين؟ اللي هما في البسطة، ده واحد وده تلاتة وده خمسة وده سبعة، أنا فقط رتبتهم. واللي في المقام إيه؟ اتنين أربعة ستة تمانية، اتنين أربعة ستة تمانية. يبقى اللي في المقام اهو 2 4 6 8. خلاص جميل قوي. عايزين نفكر كده مع بعض، ايه الحاجات اللي هيبقى فيها ارقام وايه الحاجات اللي هيبقى فيها مجاهيل؟ طبعا لوغاريتم جا واحد، ما انا معايا الزاويه احسبه على الاله الحاسبه يبقى ده رقم. لوغاريتم جا 3 رقم، لوغاريتم جا 5 رقم، يبقى اللوغاريتم جا دي ارقام كلها. جميل قوي. لكن دلتا واحد فيه واحد، ده فيه واحد ده مجهول، لكن دلتا واحد اعرف احسبها. اذا الحد ده في مجهول، دلتا واحد فيه واحد، دلتا ثلاثة فيه ثلاثة، يبقى الحدود اللي فيها دلتا دي فيها مجاهيل. جميل، جمعهم جنب بعض كده، يبقى عندنا دلتا واحد فيه واحد، ثلاثة فيه ثلاثة، خمسة فيه خمسة، سبعة فيه سبعة. خد بالك احنا هنا ايه؟ يساوي الطرف الثاني ده ننقله الناحية الثانية، يعني هنيجي مثلا دلتا اتنين فيه اتنين، واربعة فيها اربعة، وستة فيه ستة، وثمانية فيه ثمانية، نوديهم الناحية الايه؟ الثانية، نوديهم الناحية الثانية، يبقى ناقص دلتا 2 في 2، ناقص دلتا 4 في 4، ناقص دلتا 6 في 6، ناقص دلتا 8 في 8. جميل قوي. تعال نشوف الحدود اللي فيها أرقام. ها لوغاريتم جا 1 جا 3 جا 5 جا 7 أهو كتبناهم أهو، ونودي اللوغاريتم جا 2 و4 و6 و8 الطرف الثاني بإشارة سالب أهو جبناهم أهو، كل ده بيساوي صفر. يبقى إحنا رتبنا المعادلة. إحنا محتاجين هنا، اتفضل. بعد إذنك، بس هو في المسألة اللي هي اللي بتاعت اللي هي العادية اللي بيطلب بس المعادلة الشرطية، بس المفروض أقف لغاية هنا بس. المفروض يا هندسة تقف لحد، بص بعد ما توصل هنا، دلتا واحد في واحد، دلتا تلاتة في تلاتة، خمسة في خمسة، سبعة في سبعة، ناقص كذا ناقص كذا ناقص كذا، ناقص دلتا تمانية في تمانية، تقوم معوض عن الجزء ده وكده كلاته اللي أنا مشاور عليه ده، تمام، ده كلاته، تقول زائد أو ناقص لام، زائد أو ناقص لام، كأن لام ده حد مطلق رقم معين بيساوي صفر، بس تقف لحد هنا. يبقى هنعوض عن ده، لو احنا بنكتب بس مش بنحل، يبقى زائد او ناقص لام، كأن لام ده حد مطلق، وده اللي هنعمله كمان شويه. تمام. تمام، يبقى احنا كده يا شباب وصلنا الى معادله الشرط الضلعي، بس ناقص بقى احنا اصلا معانا زوايا، معايا واحد واثنين وثلاثه لحد ثمانيه. تعال بقى نقعد نحسب اللوغاريتم جا والدلتا. يبقى احنا كده مطالبين نحسب الايه؟ الارقام دي، لوغاريتم جا اللي هو الحدود المطلقه، والدلتا اللي هي جنب الفه، مثلا زاويه واحد، ها لوغاريتم جا الزاويه اهو جبنا الرقم بتاعه، زائد دلتا الزاويه اللي هي عباره عن ايه؟ لوغاريتم جا الزاويه اجمع عليها واحد ثانيه، ناقص لوغاريتم جا الزاويه من غير ما تجمع حاجه. يبقى زاويه واحد يا شباب هنقوم عاملين لوغاريتم جا وكاتبينه هنا. تمام. طب الدلتا هنقوم عاملين بقى لوغاريتم جا الزاوية، بس زود عليها واحد ثانية، ناقص لوغاريتم جا الزاوية من غير ما تزود على حاجة، يطلع لي هنا ايه؟ الدلتا. بصوا يا شباب، عايزين نتفق على حاجة. أنا عايز الرقم ده هو اللي هو لوغاريتم جا الزاوية ما تقربوش. بص أنا هنا عامل ثلاث أرقام بعد العلامة. بصوا يا شباب، يفضل أنت تخليها سبع أرقام، يفضل انك تخلي الجزء ده سبع ارقام، لان الفروق ده لو انت قعدت تقرب، بصوا هنا
انا عامل 3 ارقام، لا انا عايزك تكتب لي لحد 7 ارقام بعد العلامه، 7 ارقام بعد العلامه، عشان التقريبات ده هي هتفرق معانا في حل المساله. ماشي يا شباب؟ واللي هو الجزء ده هو ممكن كفايه رقمين بعد العلامه اللي هو بتاع الدلتا ده، يبقى انا عايز ده 7 ارقام بعد العلامه وده رقمين بعد الايه؟ بعد العلامه. هتبدا بقى ترص لي من عندك من زاويه 1 لحد زاويه 8، تبدا لوغاريتم جاء الزاويه ديت، واحنا اتفقنا خلاص هيبقى 7 ارقام بعد العلامه العشريه، وهنكتبهم كده وتعرفوا قيمه الكلام ده لما تيجي تطبقه في ايديكم، لان التقريبات ديت لو قربت لرقمين او ثلاثه هتفرق معاك في حل المساله كتير. ونجيب الدلتا بقى طبعا يا شباب اللي هو لوغاريتم جاء الزاويه بعد ما نزود عليها 1 ثانيه ناقص لوغاريتم جاء. طبعا نلاحظ الدلتا كلها 10 في سالب 6، 10 في سالب 6، 10 في سالب 6، تمام. جميل قوي. نرجع تاني بقى لهنا، احنا هنا محتاجين ايه؟ انا هنا محتاج اجمع لوغاريتم جاء 1 و3 و5 و7. جميل قوي، اجمعهم على بعض. واطرح منهم الاثنين والاربعه والسته والثمانيه. يبقى 1 و3 و5 و7 مع بعض، يبقى احنا نجمع عشان بص كده اللي على علامه الصح ده 1 و3 و5 و7 اجمعهم، ناقص ها اللي ما علوش علامه الصح 2 و4 و6 و8، يبقى خلصنا الحد ده كلياته. يبقى احنا كده يا شباب جبنا الحد اللي انا عامل عليه الدايره ده اللي هو زائد او ناقص، احنا كده جبنا الحد المطلق خلاص. ماشي؟ عايزين بقى نكتب دلتا 1 فيه 1 ودلتا 3 فيه 3 ودلتا 5 فيه 5، خلاص ما احنا جبنا كل الدلتا دي جبناهم، كل الدلتا دي جبناهم خلاص. بس الدلتا اجي ابص الاقي في 10 اس سالب 6. طب ما احنا نضرب الطرفين في 10 اس موجب 6 ها، عشان اضيع ال 10 اس سالب 6 اللي قدام الايه الدلتا دي. تمام يا شباب؟ يبقى انت بعد ما تكتب دلتا 1 فيه 1 دلتا 3 فيه 3 دلتا 5 فيه 5 وهكذا، اضرب الطرفين، وطبعا الحد المطلق اللي هو خلاصه الكلام ده هو انت كده جبته خلاص، اضرب الطرفين في 10 اس سالب 10 اس موجب ايه 6. هتطلع المعادله في الاخر يا شباب اهي، هنا 3 51 فيه 1، ركز كده ارجع للجدول كده بص كده يا شباب الرقم ده ها 3 51 في 10 اس سالب 6، احنا لما ضربنا الطرفين في 10 اس موجب 6 ضاعت ال 10 اس سالب 6 دي، بقى 3 51 ها 1 71 1 58 وهكذا. يبقى المعادله بتاعتنا شبه اهي، دي معادله الشرط الضلعي، معادله بدلاله فيه 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 وفيها حد مطلق 24.3 بيساوي 0. احنا كده خلصنا كتابه المعادلتين، احنا كده الخلاصه معانا معادله اولى هي دي معادله شرط مثلثي فيه 1 و2 و3 لحد 8 زائد 6 ثانيه بيساوي 0، ده اول معادله. وعندي معادله ثانيه هي معادله الشرط الضلعي 3 51 فيه 1 ناقص 1 71 100 فيه 2 وهكذا زائد 24.3 ثانيه بيساوي 0، دي ثانيه ايه معادله، معادله الشرط الضلعي. احنا لحد هنا كتبنا المعادلات. جميل قوي، بس نرجع كده في بدايات السكشن واحنا بنشرح المعادلات الشرطيه. احنا قلنا هنطلع معادلات زياده الشرطات عشان نستخدمها ان احنا نتحقق من الزوايا. يعني ايه نتحقق من الزوايا؟ نجيب الاخطاء اللي هي في الزوايا عند اللي هي فيه 1 وفيه 2 لحد فيه 8. طب انا هنا عندي كام معادله يا باشمهندس؟ عندي معادلتين. جميل، معادلتين اتنين، بس انا عايز اوصل لكم مجهول؟ انا عايز اوصل من اول فيه 1 لفيه 8 كم مجهول؟ 8 مجاهيل. يبقى انا عايز استخدم معادلتين عشان اوصل لكم مجهول؟ ل 8 مجاهيل. اذا عدد المعادلات اقل من عدد المجاهيل في طرق معينه، في طرق رياضيه بنستخدمها عشان نجيب عدد المجاهيل، نجيب قيمه المجاهيل لما يكون عندي عدد المعادلات اقل. الطريقة دي يا شباب هنستخدم طريقة لحل المعادلتين دول ونجيب المجاهيل من أول فيه 1 لفيه 8، اللي هي عبارة عن طريقة أقل نظرية الليست سكوير اللي هي أقل مجموع للفروق، أقل مجموع للفروق.
الطريقة ديت عشان بس ما نعقدش الدنيا وندخل فيها في شغل الرياضة كتير، احنا نحاول نلخصها في جدولين اتنين. نحاول نلخص الطريقة ديت في جدولين اتنين. الطريقة دي اسمها طريقة المعادلات الشرطية. خلينا نبدأ نشرحها بقى واحدة واحدة كده. طريقة المعادلات الشرطية، والطريقة دي بتستخدم أقل مجموع لمربعات الفروع. أقل مجموع لمربعات الفروع، حاجة كده في الإحصاء. خلينا بس عشان ما نتوهش الدنيا. أول حاجة هنعملها هنعمل جدول اسمه جدول المعادلات الشرطية. إيه جدول المعادلات الشرطية ده؟ إحنا عندنا معادلتين. عندنا معادلتين فيهم مجاهيل من اول فيه واحد لفيه 8. انا عايز نقول ايه المعادله الاولى ديت، ها المعادله الاولى دي فيها المجاهيل فيه واحد لحد فيه 8. المعاملات بتاعت المجاهيل هنا، يعني المعامل بتاع فيه واحد في المعادله دي ايه؟ واحد. ها زائد واحد فيه 2، زائد واحد فيه 3، زائد واحد فيه 4، زائد واحد فيه 5، زائد واحد فيه 6. ها ها واحد لحد واحد فيه 8، ديت معاملات الفه واحد لحد فيه 8. هاجي هنا اعمل ايه في جدول المعادلات الشرطيه ده؟ اكتب المعادله الاولى. طب المجاهيل اللي فيها ايه؟ فيه واحد اثنين ثلاثه لحد فيه 8، دي المجاهيل اللي عندي كلها. يا ترى معاملات المجاهيل في المعادله الاولى ايه؟ اهو واحد واحد لحد فيه 8 بواحد. جميل قوي. المعادله الثانيه عايزين نشوف المعاملات بتاعت المعادله الثانيه. ها 3 51، ها سالب 1 71، موجب 1 58، وهكذا. تاخد المعاملات ديت لحد سالب 2 11. ادي يا شباب المعاملات اللي هي بتاعت فيه 1 وفيه 2 لحد فيه 8 في المعادله الثانيه. يبقى ببساطه الجدول ده احنا بس بننظم كده، بنكتب المعادله الاولى والثانيه ونكتب المعاملات اللي قبال المجاهيل من اول فيه 1 لفيه 8. بعد المجاهيل بنكتب الحد المطلق لام. الحد المطلق في المعادلة الأولى موجب 6 ثانية، والحد المطلق في المعادلة الثانية 24 و3 من 10 ثانية. بس خدوا بالكم، اوعى حد المعادلات عندي، بص كده معادلات صفرية، يعني اوعى حد يكون سايب لي ال 24 و3 من 10 في الطرف الثاني ويكتبها لي ده سالب 24 و3 من 10. لا، في الأول خلي المعادلات كلها معادلات صفرية، فالحد المطلق هو اللي جنب المجاهيل مش الناحية التانية. يبقى دايما اوصل الاول انك تصفر المعادلات، معادلات صفرية، خلي كل الحدود في طرف وصفر في طرف. يبقى ديت الحدود المطلقة. تمام. ببدأ اعمل حاجة اسمها المجموع. المجموع اجمع فيه واحد، معامل فيه واحد في المعادلة الاولى والتانية، واحد وثلاثة واحد وخمسين، اربعة واحد وخمسين، واحد وسالب واحد واحد وسبعين بسالب واحد وسبعين. جبت المجموع. خلي المجموع ده على جنب لان اصلا انا مش هستخدمه في حاجه غير ان انا اعمل تحقيق ان شغلي مظبوط، بس اجله دلوقتي. احنا لحد الان شباب عملنا ايه؟ كتبنا المعاملات اللي موجوده في المعادله الاولى والحد المطلق، والمعاملات اللي في المعادله الثانيه والحد المطلق. هنحل بقى الكلام ده ونجيب المجاهيل ازاي؟ لازم نجيب حاجه اسمها قيم الروابط، كاف. في معامل يا شباب اسمه كاف، اسمه قيم الروابط، قيمه الروابط. انا هنا عايز اجيب حاجه اسمها كاف واحد، وهنا اجيب حاجه اسمها كاف 2. كاف 1 وكاف 2 دول انا هستخدمهم في الاخر عشان اوصل اجيب فيه 1 بكام، فيه 2 بكام، لحد فيه 8 بكام. طب نوصل نجيب كاف ازاي؟ المعامل ده يجي ازاي؟ بيجي من جدول تاني. الجدول التاني اسمه جدول المعادلات الاصوليه الارتباطيه. الجدول ده عباره عن ايه؟ هنا المعادله 1 والمعادله 2، وانا عايز اوصل اجيب كاف 1 وكاف 2. بكتب هنا كاف 1 وكاف 2 اللي هي قيم الروابط، ولام اللي هو الحد المطلق. بص الرقم ده، ها ركزوا، انا عايز اوصل للارقام اللي انا هحط عليها دوائر دي. دول مش موجودين في الجدول، احنا عايزين نوصل لهم. طب لام اللي هي الحد المطلق، ما هو الحد المطلق معروف، هكتبه زي ما هو 6 ثانيه و24 و3 من 10 ثانيه، دي الحدود المطلقه اللي في المعادله الاولى والثانيه. عايزين نوصل نشوف الارقام اللي في المصفوفه دي. بص المصفوفه بتتحل ازاي؟ عندي مصفوفه من اربع خانات، هنا بنقول ايه؟ العمود الاول في الاول، في الاول. العمود الاول في الثاني، ها الثاني في الاول، الثاني في الثاني. بصوا يا شباب، ها الرقم ده اهو
اللي هو الثمانية ده، هيجي ازاي؟ عن طريق ان انا اضرب العمود الاول في العمود الاول نفسه. طيب الرقم ده اللي هو سالب 13 100، يبقى الاول في الثاني، تنزل على العمود الصف الثاني، يبقى 2 في 1، 2 في 2 اهو. طب انا لو كانت عندي ثلاث معادلات وانا مطالب اجيب كاف 1 وكاف 2 وكاف 3، بص كده يا شباب، 1 في 1، 1 في 2، 1 في 3، 2 في 1، 2 في 2، 2 في 3، 3 في 1، 3 في 2، 3 في 3، دي مصفوفة. طب ايه 1 في 1 و1 في 2 و2 و1 و2 في 2؟ نرجع بقى يا شباب على الجدول اللي فات. معنى 1 في 1 ان انا همسك العمود اضربه في نفسه واجمع، يعني ايه؟ بص كده، 1 في 1، 1 زائد 1 في 1 زائد 1 في 1 زائد 1 في 1 وهكذا، هتلاقي في الاخر جاب الكام؟ 8. يبقى بتضرب العمود الاول في نفسه، يبقى 1 في 1 لحد 8 مرات هتلاقيها ايه؟ 8. تعالى هنا، يجي ازاي؟ 1 في 2 العمود الاول في العمود الثاني، العمود الثاني ده، ونجمع. ها بصوا كده يا شباب، 1 في 3 51 زائد 1 في سالب 1 71 زائد 1 في 1 58 وهكذا لحد زائد 1 في سالب 2 11. سالب 13 من 100، تعالى على الرقم ده، في ايه؟ في 1. يبقى اهو العمود الثاني في الاول 3 51 في 1 وسالب 71 في 1 و1 58 في 1 لحد سالب 2 11 من 100 في 1، ما هي يا باشمهندس 1 في 2 هي 2 في 1. يبقى انا عندي برضو سالب 13 من 100، وديت عباره عن ايه؟ 2 في 2، يعني العمود الثاني في نفسه اللي هو ايه؟ 3 51 في 3 51 سالب 71، 1 71 100 في سالب 1 71 100 وهكذا لحد سالب 2 11 في سالب 2 11. المعادله الثانيه بتضرب المعاملات في نفسها وبيتجمع، يطلع عند 52 و96 من 100. يبقى احنا شباب عملنا جدول اسمه جدول المعادلات الاصوليه. الجدول ده انا هستخدمه في ايه؟ عشان اجيب كاف 1 وكاف 2. كاف 1 وكاف 2 اللي انا هرجع استخدمهم في الجدول اللي هون، في الجدول الاولاني، عشان اعرف احل واجيب فيه 1 وفيه 2 وفيه 3 لحد فيه 8. يبقى احنا تاني عشان نلخص الحته دي صعبه، انا بحاول اديك الايه الخلاصه بتاعت طريقه الحل عشان ما تتوهش. جدول المعادلات الشرطيه، خلاص رصينا المعاملات بتاعت المجاهيل والحدود المطلقه، ورصيت معاهم حاجه اسمها قيمه الروابط، دي اللي احنا عايزين نجيبها. عملنا ايه عشان نجيب كاف 1 وكاف 2؟ عملنا جدول اسمه المعادلات الاصوليه الارتباطيه. بنيجي على المعادله الاولى والثانيه، عايزين نجيب المصفوفه، نكون مصفوفه كاف 1 وكاف 2 ولام الحد المطلق، خلاص ما فيش مشكله. هنا معادله من معادلتين، يبقى 1 في 1، 1 في 2، 2 في 1، 2 في 2، وقمنا ضاربين المعادله الاولى في نفسها، الاولى في الثانيه، الثانيه في الاولى، الثانيه في نفسها، وكوننا المعادلات دي. فين بقى المعادله، فين المعادلات الاصوليه دي يا شباب؟ بص كده ركز معايا، المعادله الاولى، ها ها، 8 كاف 1، 8 كاف 1 ناقص 13 من 100 كاف 2 زائد 6 ثانيه بتساوي ايه؟ صفر. المعادله الثانيه، ناقص 13 من 100 كاف 1، ها، و52 96 من 100 كاف 2 و24.3 من 10 بيساوي صفر. هي يا شباب المعادلتين هما اللي طلعتهم من الجدول اللي احنا كوناه. يبقى 8 كاف 1 وناقص 13 من 100 كاف 2 و6 ثانيه بيساوي صفر، ناقص 13 من 100 كاف 1 و 52 96 من 100 كاف 2 و24 و3 من 10 بيساوي ايه؟ صفر. دول المعادلتين اللي انا المفروض احلهم مع بعض واطلع كاف 1 وكاف 2. حليتهم يا شباب مع بعض اهوت، معادلتين في مجالين، جبت كاف 1 وكاف 2. يبقى احنا الجدول ده عشان نوصل لكاف 1 وكاف 2، ارجع بقى استخدم كاف 1 وكاف 2 فين؟ اقوم كاتب قيمتهم في الجدول بتاع المعادلات الشرطيه، عشان دول اللي هستخدمهم عشان اجيب قيم المجاهيل. نستخدم بقى الكاف ديت عشان نجيب المجاهيل ازاي؟ بصوا يا شباب، هو المعامل بتاع فيه 1 كام؟ المعامل بتاع فيه 1 في المعادله الاولى 1. طب الرابط بتاع المعادله الاولى كام؟ اهو كاف 1 احنا جبناه، تمام. اضرب 1 في كاف 1، جميل قوي.
بتاع ف واحد في المعادلة التانية كام؟ 3.51، اضربه في الرابط بتاع اللي هو كاف ايه؟ 2. بصوا كده يبقى ف واحد تيجي ازاي؟ الخطأ في الزاوية الأولى 1 في كاف 1 و3.51 في كاف 2، يطلع لي قيمة التصحيح أو قيمة الخطأ الموجود في الزاوية الأولى. طب ف 2 تيجي ازاي؟ نرجع على الجدول بتاعنا، ف 2 المعامل بتاع ف 2 كام؟ في المعادلة الأولى 1، الرابط بتاعه كاف 1، يبقى 1 في كاف 1. ها المعامل في المعادلة التانية ايه؟ سالب 1.71 في كاف ايه؟ في كاف 2. 1 في كاف 1 وسالب 1.71 في كاف 2، طلعت ف 2، وهكذا تطلع ف 3 وف 4 لحد ف كام؟ 8. يبقى انا كده طلعت قيمة الأخطاء. عايزين بقى نصحح، الزاوية بعد التصحيح بتساوي الزاوية قبل التصحيح زائد قيمة الخطأ بإشارته، زائد قيمة الخطأ أو التصحيح بتاعي في إشارته. يعني عندك زاوية واحد 30 درجة 57، ده 55 ثانية، الخطأ كام أو التصحيح بتاعها كام؟ سالب 2.37 من 100، حطها بالإشارة يطلع لي الزاوية بعد التصحيح. وهكذا عشان تحسب بقى زاوية 2 لحد زاوية 8، بس تعمل تشيك في الآخر إن مجموع الزوايا كام؟ 360 درجة، وكان الأول 360 و6 ثواني. لو لقيت بقى معاك وأنت بتعمل تشيك ده إن الزوايا أصلاً ما جابتش 360، يبقى أنت عندك فيه خطأ. الخطأ قد يكون فين بقى يا شباب؟ عارفين الجدول اللي أنا قلت لكم حاولوا لما تيجي تقربوا لسبع أرقام بعد العلامة؟ لو أنت قربت الأقل مش هتقفل معاك في الآخر 360. أنت أول ما المسألة عندك توصل ل 360 في الآخر، يبقى انت كده فعلا قفلت المساله وصححت تصحيح مظبوط. يبقى عشان بس نعيد تاني الجزئيه دي يا شباب، لان انا عارف انها صعبه شويه. طريقه يا شباب، طريقه المعادلات الشرطيه اسمها كده، طريقه حل المجاهيل دي اسمها طريقه المعادلات الشرطيه. ها بنكتب المعادله الاولى والمعادله الثانيه، نكتب المعاملات الموجوده فيهم والحد المطلق، المعادله الاولى والثانيه. جميل. وبنجيب حاجه اسمها قيمه الروابط كاف 1 وكاف 2، نجيبهم ازاي؟ نجيبهم من جدول المعادلات الاصوليه الارتباطيه. جدول المعادلات الاصوليه الارتباطيه عايزين نجيب كاف 1 وكاف 2، بنعمل مصفوفه، كان عندي معادلتين يبقى 1 في 1 و1 في 2 و2 في 1 في 2 و2 في 2، اربع خانات. هنضرب العمود الاول في نفسه، اهوت العمود الاول في نفسه والعمود الاول في الثاني ونجمع. ها اللي بعده، العمود الثاني في الاول والعمود الثاني في نفسه، اهو تشابه، كونت المصفوفه دي. المعادله نطلعها ازاي بقى؟ هنقول 8 كاف 1 زائد ناقص 13 من 100 كاف 2 زائد 6 ثانيه بيساوي 0، ناقص 13 من 100 كاف 1 52 من 76 من 100 كاف 2 زائد 24 3 من 10 بيساوي 0. ادي المعادلتين اهو، ادي المعادلتين اهو، حليناهم من بعض جبنا الايه؟ الكاف 1 وكاف 2. نروح للجدول بقى تاني، الاولاني نكتب فيه كاف 1 وكاف 2 اللي هو الروابط، الروابط دي هنستخدمها بقى عشان نجيب فيه 1، فيه 1 تيجي ازاي؟ قدامها معاملين يا باشمهندس، ده معامل وده معامل في المعادله الثانيه، الرابط بتاع المعادله الاولى كاف 1 والرابط بتاع المعادله الثانيه كاف 2، يبقى اعمل لي كده اضرب 1 في كاف 1 3.51 من 100 في كاف 2. تعالى مثلا ناخد مثال على ف 5، ها 1 في كاف 1 زائد 3.16 في كاف ايه؟ 2. نجيب قيم الف التصحيحات ديت، نجمع التصحيحات باشارتها على الزوايا يديني الزوايا بعد التصحيح، ونعمل تشيك ان مجموعهم 360 درجه. حد عنده سؤال يا شباب او حاجه مش فاهمها في الجزئيه ديت؟ ها تمام فاهمين معقوله. طب بصوا يا شباب، انا عايز بقى، احنا كنا هنا قلنا حاجه اسمها المجموع، خانه اسمها المجموع، جمعنا 1 و3.51، جمعنا 1 وسالب 1.71، جبنا المجموع بتاع الايه؟ المعاملات دي. فاكرين الجدول بتاع المعادلات الاصوليه؟ مش احنا قلنا 1 في 1 و1 في 2 و2 في 1 و2 في 2؟ أنا المفروض أعمل أهو خانة كمان اسمها المجموع،
اسمها المجموع. المجموع ده يجي ازاي يا شباب؟ هتكتب ان هو الخانه الاولى تيجي ازاي؟ هتقول لي المعادله الاولى في خانه المجموع، خانه السميشن، والمعادله الثانيه اضربها في خانه السميشن. يعني ايه؟ نرجع هنا، مش احنا هنا كنا بنقول ايه المعادله الاولى في نفسها والمعادله الاولى في الثانيه، وهنا الثانيه في الاولى والثانيه في نفسها، هنعمل ايه بقى؟ بص كده، المعادله الاولى اضربها في المجموع وجمع، يعني 1 في 4 51، 1 في سالب 1 71، 1 في 2 58، 1 في سالب 4 من 10، وهكذا لحد 1 في سالب 1 11 من 100 وتجمع، والمعادله الثانيه في المجموع وتجمع. هتلاقي هنا دي طالعه معاك بعد ما تحسبها 7 و 87 من 100، وديت هتلاقي طالعه معاك 52 و 83 من 100. زي ما انا قلت لك كده، اضرب خانه السميشن في المعادله الاولى وخانه السميشن في المعادله الثانيه. طب انا استفدت ايه لما جبت الرقمين دول يعني؟ ركز كده، بص يا باشمهندس كده، 8 ناقص 13 من 100 بكام؟ ب 8 7 8 87. الناقص 13 من 152 96 كام؟ ب 52 83. لو انت يا شباب، لو انتم جبتم الرقمين دول وجيتوا تجمعوا الرقمين دول قصاد بعض ولقيتوا هو الرقم ده، يبقى انت شغلك كده لحد الان مظبوط. ناقص 13 من 152 96 بتلاقي ده، يبقى انا الخانه دي بس انا بعمل بيها ايه؟ تحقيق على شغل ان شغلي مظبوط ولا لا. يبقى دي تكملة المصفوفة. يبقى أنا هنا لما أنا أضربت المعادلة الأولى في المجموع والمعادلة الثانية في المجموع، المفروض تديني الرقمين دول، يدوني إيه؟ يديني مجموع الرقمين دول، كل رقمين جنب بعض. فاهمين الحتة دي يا شباب؟ حد عنده سؤال؟ باشمهندس لو سمحت، باشمهندس ايوه اتفضل يا هندسه، معاك اتفضل. سامع اخر حاجه خالص بقى، لما بنعمل التصحيح بتاعنا ونجمعه على الساويه اللي كانت عندنا، تمام، لازم مجموعهم يقفل 360 درجه. ما انا عشان لازم أن يبقى تصحيحي مظبوط وكل اللي عملته مظبوط، ان انا في الاخر لما اجي اجمعهم انا 360 بالظبط، مش ازيد ثواني ولا اقل ثواني خالص. وخد بالكم وانتوا بتحلوا الشيت، هتلاقي فعلا ان ممكن ما تقفلش معاك، يعني ممكن تيجي تلاقي مثلا انا حل مظبوط شغل مظبوط، بس نتيجه ان انت قربت الى مثلا، بدل ما كنت اقول لك انا اقول لك 7 ارقام بعد العلامه، ممكن مثلا تقرب انت الرقمين تلاقي تعمل معاك فروق وفي الاخر ما تقفلش معاك ال 360. فعشان كده لازم شغلك يبقى بدقه، وحاول الحسابات بتاعتك تبقى مظبوطه، لان الخطا فيها في الاخر هتلاقيه فرق معاك في الايه وانت بتعمل الشيك ان مجموعهم 360 درجه. يعني في الشيت ممكن ما تقفلش صح؟ ما هو ما تقفلش ليه؟ ما انا قلت لك السبب اهو. انا مثلا وانا بحل مثلا المساله مش هتقفل لو انا استهترت في عمليه التقريب، يعني مثلا انا عايز 7 ارقام بعد العلامه، انا مثلا ممكن اجيب رقم او 2 بعد العلامه، الفروق بقى التجمعات وانت بتقعد تقرب ديت هتلاقيها مجمعك في الاخر معاك رقم، هتجمع معاك في الاخر رقم. في مثال محلول في الكتاب يا شباب، يمكن تكون هي المساله دي، يمكن تكون هي المساله دي، انا رحت اشوفها لكم. هي المساله دي، فخلاص هي المساله، تشوف هتلاقي مثلا في الجدول بتاع لوغاريتم جا والدلتا تشوف ارقام كتير بعد العلامه، 7 ارقام بعد العلامه. فانا عايز الناس مثلا تخليها في حته التقريب ديت 7 ارقام. تعرفين 7 ارقام ليه؟ حد ذكي كده يعرف يفكر فيها كده؟ لان قلت لكم 7 ارقام بالذات. اشمعنى 7؟ اشمعنى 7 يا شباب؟ اشمعنى قلت لكم الرقم ده هوت خلوه 7 ارقام؟ بصوا يا شباب، ده انا عايزه 7 ارقام. لماذا بقى يا شباب؟ مش انا قلت لكم الدلتا فيها 10 اس سالب 6، كل الدلتا فيها 10 اس سالب 6، عشان كده قلت لكم عشان نخلي المعادله سهله نضرب في 10 اس كام؟
10 اس 6 جميل. لو ده بقى زمان حالل كده، بص كده سالب 259 89 من ال، اضرب كده في 10 اس 6 الارقام ده كلها، مش المفروض كده كان هيبقى في 3 4 ارقام كمان كلهم باصفار؟ اذا التقريب ده هيفرق كتير، هيفرق كتير ليه؟ لان هيضرب في معامل 10 اس 6، لما اجي اضرب في 10 اس 6 يبقى لحد 6 ارقام بعد العلامه، لحد 6 ارقام بعد العلامه، ارقام كبيره في الاخر هتفرق معاك، ارقام كبيره في الاخر. يعني رقم زي ده 2 9 2 8 9 بعد العلامه المفروض يكون كام؟ 2 8 8 5 9 8 9. شوف كده كل الارقام اللي هي بقى انا شلتها ديت، لما اجي اضرب في 10 و6 ما ظهرتش معايا، ما ظهرتش معايا. فاهمين يا شباب الحته ديت؟ يبقى هنا لازما اقل حاجه، اقل حاجه 7 ارقام بعد العلامه. ليه؟ لان هضرب في 10 و6، فانا لازما لما اجي اضرب في 10 و6 يكون عندي على الاقل 7 ارقام، بحس يبقى انا عندي شويه ارقام ورقم بعد العلامه وحيد لما ادرج اضرب في 10 اس ايه اس 6. فهمتوا يا شباب دي؟ تمام يا باشمهندس. هو في مساله في الشيت انا حليتها كذا مره وزي ما حضرتك قلت كده بسبع ارقام، بس برضه يعني ما قفلتش معايا، طلع المجموع السوايه 541 درجه، وبعد ما صححت طلعت 541 برضه، وقلل في ثواني بس. هو المفروض كانت تطلع كام؟ 540 صح؟ تطلع 540. لا ده 41، ده انت كده اعتبر ما عملتش تصحيح خالص، لا في خطأ عندك في الحل نفسه مش في التقريب. حاول تراجع كده، راجع كده المسألة وشوفها كده تاني. تمام. طب معلش لو باشمهندس معكش حاجة، يعني حضرتك معكش حلول للشتات مثلا؟ لا والله أو النادي مش معايا مثلا نراجع عليه مثلا؟ والله مش معايا للأسف يا نسأل الله. فانتوا حلوا، انتوا كده كده تعرفوا اذا كان حلكم صح ولا غلط، يعني انت كده كده عارف انا حل مظبوط او حل ايه مش مظبوط، هتعرف الكلام ده طبيعي يعني. تمام يا باشمهندس. تمام يا شباب، شكرا ماشي لحضرتك. خلاص كده خلصنا يا شباب. طب يا بص باشمهندس الجزء اللي هو بتاع الدكتور شحاته اللي هو الوزن والمتوسط الموزون والكلام ده، هو داخل معاكم بالميد ترم ولا مش داخل؟ لا داخل الاوزان داخله؟ داخله. طب هي شرحت، الدكتورة شرحت عليها مسألة في المحاضرة ولا ايه؟ شرحت على المتوسط اللي هو الحسابي، ودخلت جزء احصاء كده في اللي هو ايجاد الخطأ المحتمل والحاجات دي وكده. طب خليني كده اشوف الناس الدكتورة كده، ولو هيبقى داخل معاكم في الامتحان هديكم سيكشن اضافي ان شاء الله عليه. ماشي يا ريت بس يا باشمهندس عشان الجزء اللي هو بتاع الاحصاء ده اللي هو شرحته اللي هو بتاع الفرق المحتمل والانحراف المعياري وكده. خلاص انا هشوف بس كده، ولو انا خلاص الدكتور اكدت ان هو داخل في الامتحان فخلاص انا هديكوا سيكشن اضافي عليه ان شاء الله. ماشي خليني اشوف كده واتواصل معاكم تاني يا باذن شمس. الله. تمام لو ماشي برضو أستاذ ماشي حضرتك يا شباب. بتكلم دكتورة باشمهندس، ايوه معاك. لو حضرتك هتكلم دكتورة يعني اسألها بس الامتحان هيبقى ماشي ازاي، يعني هيبقى فيه ايه، يعني شكله هيبقى عامل ازاي عشان محدش لسه عارف، او هيبقى زي الامتحانات اللي فاتت كده يعني. ماشي يا هندسة إن شاء الله. حاضر شكرا، ماشي ماشي يا شباب، ماشي هستنى بس السلام حضرتك عليكم. تبعت لي البي دي اف على إن شاء الله.